السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائنا المشاهدين مع آخر حلقاتنا من برنامج أضواء على بطولة كوبا أمريكا. في مثل هذا اليوم 2014 البرازيل خسرت أمام ألمانيا الخسارة المذلة وبسبعة أهداف لهدف، ولكن في مثل هذا اليوم 2019 في هذا اليوم البرازيل تحتفل بفوزها ببطولة كوبا أمريكا على أرضها، وتثبت هذه الحالة المرة الخامسة بعد أربع حالات سابقة في بطولة كوبا أمريكا. البلد المستضيف البرازيل يتوج بلقب هذه البطولة. اليوم البرازيل وبعد نهاية المباراة ليلة الأمس البرازيل تثبت هذه طبعا السيناريو تثبت هذا السيناريو للمرة الخامسة، لو أن فوز البرازيل في هذه النسخة ربما جاء بشتى الطرق، يعني سواء كانت طرق فنية، طرق تكتيكية، طرق تحكيمية، ولكن البرازيل في نهاية المطاف هي من توجت بلقب بطولة كوبا أمريكا 2019، ويحقق تيتي الإنجاز الأول له مع منتخب البرازيل. دعوني أرحب بضيوفي في الاستوديو، كابتن وليد علي مساء الخير. مساء النور يا دكتور. كابتن عادل توفيق المشري مساء الخير. مساء الورد يا هلا فيك. بشكل عام كابتن وليد، البرازيل بطل كوبا أمريكا 2019 عنوان البرازيل واقعي أكثر ما يكون ممتع. كابتن عادل، عنوان البرازيل تستحق البطولة، هي الفريق الأجهز والأقوى، حتى لو كان في أمور مختلفة ولكن هم الفريق الأجهز والأقوى واللي كان عندهم تنوع واستقرار فني في هذه البطولة. نعم هذا مو عنوان، هذا تصريح. هذا بعد تحت العنوان. هو قال العنوان، أنا حطيت هذا. هذا التفصيل. افتتاحية مالت المقالة. دكتور، هو المنتخب البرازيلي يعني بشكل عام كنا نعرف عن المنتخب البرازيلي فريق ممتع. نعم. سواء خسر ولا فاز بالمباراة. يعني يمتع المشاهد سواء حاضر المباراة أو حتى من خلال وراء التلفزيون، ولكن الآن كرة القدم اختلفت. كرة القدم الآن تريد البطولات. صحيح. تريد الإنجازات. نعم حقق بطولات بالسابق البرازيل، ولكن كان ممتع من الأول دقيقة لنهاية المباراة. صحيح. الآن المنتخب البرازيلي مو ممتع، ولكن يلعب بطرق تكتيكية. من أيام دونجا الكل كان مستاء من ظهور منتخب البرازيل، ولكن حقق كوبا امريكا مع دونجا. الان تيتي نفس الامر. فالامور التكتيكيه مثل ما قال كابتن عادل، فريق جاهز منظم ولكن بعيد عن المتعه، ولكن حقق البطوله. طبعا ترى المنتخب البرازيلي هذا تاريخ طويل الصراع بين ان المتعه او النتائج من الخمسينات. صحيح. حتى قبل اي بيلي كان المدرب السويدي كان ماسكهم، كانوا يحاولون يقلبون الاسلوب مالهم ويحاولون يلعبون بالطريقة الأوروبية ويجارون منتخب هنغاريا في ذاك الوقت ومنتخبات الأوروبية بالطرق التدريبية، حتى موضوع استخدام اللاعبين اللي هم من أصول أوروبية في البرازيل بدأ في الخمسينات لمجارات أوروبا، ولكن بالنهاية كان دائما الجينات تفوق للمتعة البرازيلية. إيه الجينات مع مرور الوقت تخليهم، ومع ظهور بيلي يعني ملك الجينجا، هم يسمون اللعب الحر هذا يسمونه جينجا، هو ملك الجينجا. نعم. عموما مشاهدينا سنذهب الى اول تقاريرنا لهذه الحلقه وتقرير طبعا مباراه النهائي البرازيل بيرو. البرازيل تكرر فوزها على منتخب البيرو، هي فازت على منتخب البيرو في الدور الاول دور المجموعات وبنتيجه كبيره وبخمسه اهداف للا شيء، ولكن حاولت البيرو تغيير هذه الصوره ولم تستطع مجارات البرازيل وخسرت في نهايه المطاف بثلاثه اهداف لهدف. توج منتخب البرازيل بلقب كوبا أمريكا مساء اليوم الأحد عقب الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف على بيرو في نهائي البطولة التي يستضيفها السيليساو، واستعاد راقص السامبا اللقب الغائب عن خزائنهم منذ عام 2007 والتاسع في تاريخ مشاركاتهم بالبطولة، بينما خسرت بيرو أول نهائي في تاريخها بعد حصد لقبين من قبل. أول تهديد في المباراة كان من بيرو، حيث حصل كويفا على ركلة حرة مباشرة من حدود منطقة الجزاء وارسل تسديدة قوية مرت بجانب القائم الأيمن للحارس أليسون في الدقيقة الثانية، وبدأت البرازيل في الاستحواذ على الكرة بحثا عن تهديد مرمى بيرو، وبالفعل نجح السيليساو في التسجيل من أول فرصة لهم على المرمى، حيث انطلق جابرييل خيسوس على الجبهة اليمنى وأرسل عطية مميزة لإيفرتون الذي كان بدون أي رقابة وسدد على يمين الحارس غاليسي
في الدقيقة 15. واستمرت محاولات السيليساو حيث أهدر فيليب كوتينيو فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 24 حيث استقبل كرة عرضية من روبرتو فيرمينيو وسدد الكرة التي مرت بجانب القائم الأيمن للحارس غاليسي. وكاد غوريرو لاعب منتخب بيرو أن يسجل هدف التعادل لبلاده حيث سدد كرة رأسية قوية مرت أعلى مرمى الحارس أليسون في الدقيقة 28. واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمنتخب بيرو في الدقيقة 41 نظرا للمس تياغو سيلفا مدافع البرازيل الكرة في منطقة الجزاء. ونفذ باولو جيريرو ركلة الجزاء بنجاح حيث سدد الكرة على يمين الحارس أليسون وسجل هدف التعادل لمنتخب بلاده في الدقيقة 44. وجاء الرد سريعا من قبل البرازيل حيث اقتنص غابرييل خيسوس هدف التقدم مرة أخرى في الدقيقة 48 حيث استلم تمريرة سحرية من زميله آرثر وسدد أقصى يمين الحارس غاليسي لينهي الشوط الأول بتقدم السيليساو. ومع بداية الشوط الثاني استمر الضغط البرازيلي وجاءت أخطر فرصة عبر فيليب كوتينيو الذي استلم الكرة في منطقة الجزاء وسدد بقوة لكن تسديدته علت مرمى في الدقيقة 50 من زمن الشوط الثاني. وواصل السيليساو إهدار الأهداف حيث مرر غابرييل خيسوس كرة سحرية لفيرمينيو لينفرد بالحارس لكنه سدد بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 54. وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية في وجه غابرييل خيسوس مهاجم البرازيل ليطرد لاعب مانشستر سيتي ويترك منتخب بلاده ناقص العدد في دقيقة 70. وكاد فلوريس لاعب بيرو أن يسجل هدف التعادل لمنتخب بلاده حيث أرسل تسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء لكن مرت بجانب مرمى أليسون. واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمنتخب البرازيل إثر تدخل من الدفاع على إيفرتون مهاجم السيليساو في الدقيقة 87 ونفذها ريتشارلسون بنجاح ليضيف الهدف الثالث لبلاده ويقتل أحلام بيرو في العودة. إذن مشاهدينا كان هذا التقرير الخاص بمباراة النهائي البرازيل بيرو والتي شهدت تسجيل أول هدف على أليسون بعد مشوار طويل من المحافظة على نظافة شباكه وخصوصا في بطولة كوبا أمريكا حافظ على نظافة الشباك حتى جاء غيريرو المتخصص ومن ركلة جزاء ليهز شباك أليسون للمرة الأولى ويخرج أليسون من هذه البطولة بهدف وحيد. كابتن وليد ومن ركلة جزاء يعني مو من اللعب نفسه. نعم بشكل عام المباراة هل كانت على قدر طموح النهائي؟ هل كان المستوى الفني الذي قدم في هذه المباراة يلبي طموحات المتابعين لهذه البطولة ولهذه المباراة النهائية؟ على مستوى الحدث ما أعتقد يعني الأمر كان منتظر كون أن منتخبات أمريكا اللاتينية مثل وجود الأوروغواي ولا كولومبيا أو منتخب تشيلي الأرجنتين والبرازيل ولكن بيرو يستحق وصوله للنهائي ولكن ظهوره في النهائي كانت الأفضلية يعني الانتشار والتنظيم والاستحواذ والسيطرة هذه الأمور إذا كانت موجودة في فريق واحد فيستحق أنه يعني ينتصر بنتيجة كبيرة ومنتخب البرازيل كانت الأفضلية له من أول دقيقة إلى دقيقة 90 التركيز الذهني كان حاضر في أول ربع ساعة ودليل الهدف الأول بعد مجهود فردي من خيسوس وعرضية ودخول إيفرتون إلى داخل 18 وتسجيل الهدف الأول عاد بيرو آخر دقائق الشوط الأول ولكن يبين هنا الفريق لما تسجل تعادل على أرض البرازيل أمام البرازيل يجب أنك تحافظ على الهدف صحيح. وتخرج من الشوط الأول 1-1 نعم. فراح تحط الضغط أكبر على منتخب البرازيل كون أن الجمهور البرازيلي صحيح. مطالب هو اللي لا. دخل المباراة نعم. تحت الضغط وليس هو كان تحت ضغط أكبر نعم. ولكن عودة البرازيل بنهاية الشوط الأول أعتقد الهدف الثاني بالشوط الأول أعطت الأفضلية للبرازيل لنهاية المباراة. نعم كابتن عادل التشكيلة التي دخل بها البرازيل هذه المباراة هل هي التشكيلة الأفضل على مدى المباريات اللي شاهدناها في بطولة كوبا أمريكا؟ التشكيلة بالنسبة للبرازيل؟ للبرازيل هم ما عندهم تشكيلة أفضل هي بعض الإصابات تحتم على المدرب التغيير ولكن اللي كان التغيير أكثر شيء يكون في الخط الأمامي بداية البطولة حاول يلعب ريتشارلسون صحيح وويليان وإيفرتون نعم
لا في لاعب نيريز او نيريز ريتشاردسون. صحيح نيريز صحيح. بلش فيهم بعدين حاول يقلب الـ هذا ما مشى الامر. باللعبه الثالثه بلش بايفرتون اللي كان يقدم دائما لما يدخل الشوط الثاني يقدم اداء جيد. نعم. وايضا بدا يعطي فرصه اكبر ل جابرييل خيسوس اللي هو اساسا مفتاح الفوز في المباريات الماضيه مع فيرمينو من وجهه نظري. فلذلك استقر على هذا المثلث الهجومي او الرباع الهجومي مع وجود كوتينيو تحتهم. وباقي اللاعبين وباقي المراكز اللي كان يكون فيها تغيير دائما الاصابه سواء كازيميرو لما غاب. صحيح. او لويس فيليب لويس حتى امس ما لعب لانه ما كانت جاهزيته 100%. نعم البرازيل لما افتتحت التسجيل البيرو كان هناك ردة فعل، ولكن ليس كما شاهدناها في ردة فعل أو انطلاق مباراة مباراة البيرو أمام تشيلي. وذكرنا هذا الأمر يمكن مع الكابتن عادل، قلنا إن المنتخب البيروفي دخل مباراة تشيلي بروح قتالية بروح اندفاعية. شاهدنا اندفاع لمنتخب بيرو كان يحاول التسجيل، لكن هذا الأمر لم نشاهده في مباراة البرازيل. وأيضا حتى بعد ما تسجل هدف في مرمى البيرو لم نشاهد هذه ردة الفعل هذه. منتخب بيرو كان يمتاز في يعني على حسب الفريق المنافس قوة فريق المنافس لما يلعب أمام تشيلي. نفس الشيء منتخب البرازيل ينتظر أنه يهجم على الفريق منتخب بيرو يخلق مساحات. ما أعتقد أن البرازيل أعطى الفرصة لمنتخب البيرو أن توجد هناك مساحات اللي يمتاز فيها منتخب البيرو باللمسة واللمستين والتحول السريع من منطقة منتخب ونص ملعب منتخب بيرو إلى ملعب البرازيل. ما شاهدنا هذا اللي امتاز فيه كان منتخب بيرو. أعتقد البرازيل هو اللي سير المباراة على الطريقة هو اللي يبيه. نعم أنا عن نقطة تفضل. أنا أشيد بالكلمة اللي أنت أمس قلتها، أنت قلت أن السرعة بالتحول منتخب البرازيلي راح تختلف. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية كان في جانب تكتيكي أجبر منتخب بيرو على الرجوع. نعم. وهو الخروج من الضغط في الثلث الأول من الملعب أو الثلث الأخير بالنسبة لبيرو. نعم. بيرو حاول يضغط لكن الطريقة اللي كان يخرج منها بالضغط عن طريق باص لقلب الدفاع وبالتالي إلى الجهة الأخرى من الملعب كانت سريعة من المنتخب البرازيلي، فما أعطت فرصة لمنتخب بيرو أنه يعمل الضغط. يعني كان يضغط بجهة ودائما مثل ما قلنا المرة اللي فاتت دائما تكون في مساحة في مساحة بجهة أخرى، فكان منتخب برازيلي على طول يلعب الكرة سريعة إلى قلب الدفاع وغيرها بالجهة الأخرى ويخرج من الضغط. مع مرور الوقت نقول 10 ربع ساعة شفنا منتخب بيرو اضطر إلى التراجع لأنه ما عاد يفيد الضغط العالي. هذا التراجع وعدم وجود ردة الفعل بسبب قوة المنتخب البرازيلي وتعاملهم مع هذا الضغط. نعم احنا يمكن ذكرنا في أكثر من حلقة وخصوصا في مباريات البرازيل أو مباريات البيرو بالتحديد أدفينكولا الظهير أو الباك اليمين لمنتخب البيروفي، وشاهدنا في مباراة البرازيل بيرو كان هو ممر الهجمات الخطرة للمنتخب البرازيلي. في المباراة الأمس الهدف الأول التمريرة العرضية اللي جاءت من خيسوس كان يفترض أعتقد، والأمر يمكن الفني يعود لكم، اعتقد كان هناك أدفينكولا تارك ايفرتون في خلف في خلفه او في ظهره دون ان ينتبه لهذا اللاعب دون الالتفات لهذا اللاعب. ودائما أدفينكولا انا برايي الشخصي ما تحبه ما يستهوي اخطاء قاتله اخطاء قاتله. هو خطا بسيط ولكن تكلفك المباراه. صحيح. وخاصه الكرات الارضيه اذا كانت النظره واللاعب لم يوصل للمنتخب الاول ويلعب ويوصل النهائي مع يعني في بطوله مثل كوبا امريكا ان النظر للكره وترك اللاعب يعني هذه اخطاء بدائيه للاعب. فيعني من المفترض ان اللاعب يكون لازم يكون قريب منك النظر للاعب وللكره. وهم يحسب لإيفرتون. نعم صحيح. لما يكون في جهه اليمين خيسوس بعرض العرضيه دخول اللاعب الطرف الى العمق في داخل 18 فتحسب للاعب إيفرتون ونفس الوقت اللاعب المدافع على اللاعب المدافع. المدافع نعم. نعم عندك تعليق على هذه النقطه؟ لا هذا راح نتكلم فيها بفقره تكتيكيه. جهز له الهدف الاول والهدف الثاني. جهز له حتى الهدف اعتقد لان الهدفين صحيح الحالات تكلمنا فيهم امس وانا ذكرت بالضبط نفس الحالتين تكثيف العدد سواء تغيير المساحه مالت عن طريق جابرييل خيسوس او الهدف الاول وتكوين الخط السداسي اللي ما صار في هذه نعم. اللقطه الهدف اللي نتكلم عنه هو صحيح تحمل جزء منه أدفينكولا ولكن هو خطا مجموعه خطا تفاهم راح نشوفه ان شاء الله على الشاشه بعد قليل. الحكم ونعود الى مساله التحكيم في بطوله كوبا امريكا مساله الفار
ومسألة احتجاج ميسي على التحكيم، ونشاهد اليوم أيضا تيتي يرد على ميسي ويقول يجب احترام على ميسي أن يحترم البرازيل، وأعتقد أن الأمر أخذ بعد آخر. لكن عندما نعود في المباراة ليلة الأمس ونشاهد طرد خيسوس، ركلة جزاء منتخب البيروفي، ركلة جزاء المنتخب البرازيلي، وأعتقد يمكن حتى ركلة جزاء المنتخب البرازيلي كانت لقطة مشابهة جدا أو ربما أكثر منها لمنتخب الأرجنتين عندما اصطدم آرثور بي أوتمندي ولم يطلب الحكم حتى أو لم يعد إلى الفار، لقطة شبيهة ولكن احتسبها الحكم مباشرة وأصر على رأيه وأصر. نعم، مشكلة بطولة كوبا أمريكا هو الحكام جدا سيئين. نعم، يعني لما نتكلم عن أسماء موجودة في حكام لهم خبرة، لكن أنا ما أبي حكم خبرة إذا ما قدم لي مستوى تحكيمي ممتاز. في هناك منتخبات ولاعبين على مستوى عالي، إذا كان الحكم غير جيد يقتل متعة المباراة. نعم، فأعتقد يعني مو بس مباراة النهائي، السمة البارزة بالتحكيم عدم اللجوء للفار. يعني في أمور إذا كان الحكم غايب عنه فالفار حتى أنا أتوقع يعني خطأ مشترك، في حكام ما يلجؤون للفار وفي الفار هم ما يعني ما يطلب الحكم ما يطلب الحكم. فالأخطاء بالنسبة للنهائي جدا أهون من المباراة السابقة. أنا من وجهة نظري حكم أمس وقع في أخطاء ولكن مو نفس الحكام في مباريات السابقة أو مباراة الأرجنتين. يعني خيسوس أنا أعتقد يعني خيسوس لاعب كان هو البارز في منتخب البرازيل، صنع هدف الأول وسجل هدف الثاني وطرد. يعني ما يعني لاعب لم يوصل في هذه المرحلة ما راح يكون إنه يكون في عصبية ولا يشترك أو يلتحم في 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 كرة مشتركة. نعم، ويعني يضع نفسه في وضع يعني إنه يكون خارج المباراة. حسنا هو فايز. فايز المباراة يعني. صحيح. وكان نجم. فأعتقد الحكم ولاحظ أنا أقل مباراة يمكن فيها خمس كرات صفراء. كل مباراة سبع كرات صفراء وطرد. فأعتقد هم اقتلوا المتعة الكروية في كوبا أمريكا الحكام. الكابتن عادل، يعني الفار احنا توقعنا ان الفار يكون مساعد للحكام، شاهدنا اخطاء بالجملة على حكام المساعدين، عدم رفع الراية في كثير من الحالات وينتظر تدخل الفار، شاهدنا بعض الحكام مزاجية اللجوء الى الفار ويطلبون اللاعبين من الحكام ان يعني ارجوك اذهب الى الفار. لا شوف، حنتكلم عن جدل الفار في اكثر من شق. الشق الاول اللي انت قلته عن اللايمن او عن الحكم المساعد وعدم رفعه، هذا من طريقه يعني تطبيق الفار. هو تطبيق الفار الان يجعل اللايمن من يدخل في شك يخلي الكره تمشي ويعتمد على الفار يعطيه الإعاز. فنسكر هذه النقطه. لكن النقطه الثانيه، من بدايه الفار كان في جدل موجود اللي هو صراع النفسي للحكم بالدفاع عن قرار الرئيسي. نعم، يعني احنا من زمان حتى الانجليز اكثر ناس ضد الفار. لان الحكام الانجليز ما يحب يتراجع عن قراره، انا حطيت قرار هذا اللي اشوفه ما بيتراجع. حتى لو كان خطأ يعني. بالضبط، وهو بالتالي هي هل قادر الحكم انه هو يتنازل شويه من خلينا نقول الغرور او من الكبرياء، يكون مرن. نعم، مع الحالات. يعني احنا شفنا امس ان الحكم يرجع ويروح يشوف الشاشه مرتين، معناته ان الحكام الفار يعني مو متفقين معه، عندهم وجهه نظر مختلفه. صحيح. يا حكم تعال تابع. صحيح. اللقطه وعيد النظر فيها. نعم. لكن باللقطتين اصر ان هي ركله جزاء، وانا من وجهه نظري يعني لم يوفق خصوصا بالركله الاخيره. من وجهه نظري يعني زاويتي انا اشوف انه ما وفق، قرار قاسي جدا. صحيح انه توجه للاعب لكن هو كتف كان بكتف. يحمي ايضا الحارس، كانت كتف بكتف، الكره كانت ذاهبه للحارس، ما فيها حتى لو ما يشترك معه ما راح يسجل. صحيح. ولا هي الاعاقه اللي تعيق الفرصه للتسجيل. وايضا طرد جابرييل خيسوس اذا كان فيها تدخل عنيف، انا ما اشوف انه في تدخل عنيف، ولو نقول هذا في شيء اسمه روح قانون. نعم. مباراة نهائية، النتيجة 2-1. نعم. اللاعب يشترك بالكرة، ذاهب للكرة، ما يصير تدخل بنية اللاعب انه هو ناوي يصيب اللاعب. حتى وضعية اللاعب، وضعية اللاعب يعني حتى ما شارك بالكرة، كانت فوق اللاعب البيرو ما شارك خيسوس. نعم. فالوضعية صارت انه كأن خيسوس توجه للاعب والكرة كانت فوق يعني. فاعتقد بالعكس، انا اشوف انه جابرييل خيسوس كان رايح كان متوجه حق الكرة، كان ممكن توجيه
انذار شفهي لجابرييل خيسوس انه يهدي ويكمل المباراه، هذه روح القانون. نعم. لكن انك انت تدخل انه هو قاصد ايذاء، قصد الايذاء احنا نعرف، تدوس على الانكل الكوع الاندفاع ربما هو الخلف. اعطى الانذار وانتبه ان لديه كرت اصفر، هذا بعد هذا خطا يعني بعد مختلف ربما يعني يقع بعض الحكام في هنا هذا الخطا يزيد عموما. وفيما يخص البطوله بعيد عن الفار، انا من وجهه نظري الحكام ما قدموا مستوى ممتاز، يعني ممكن جيد الى جيد جدا بالكثير يعني. نعم. ريتشاردسون هل وفق يعني بغض النظر عن تسديده لركله الجزاء، لكن هل كان قرار اسناد تسديد ركله الجزاء لريتشاردسون موفقه، خصوصا ان اللاعب كان غائب عن المشاركه؟ نعم كان غائب عن المشاركه ولعب في مباراه يعني مصيريه اكيد النهائي، لعب مو قبل النهائي، لعب المباراه الاولى، هو الاولى والثالثه اعتقد اللي بعد دخول ايفرتون، دخول ايفرتون وسجل هدف، هدفين اعتقد ايفرتون سجل هدفين بعد نزوله مكان ريتشاردسون. ريتشاردسون اعتقد يمكن من باب العاطفه خلونا يسدد ركله جزاء، خاصه الكل شاهد الفيديو اللي لما يكون اختيار اللاعبين عن طريق التلفاز وكان موجود مع اهله قبل المباراه، فالاختيار منتخب البرازيل ووجود عدد كبير من اللاعبين البرازيليين في البرازيل، ما اتكلم عن لاعبين خارج البرازيل، لما يكون يتم اختياره الى منتخب البرازيل هذا بحد ذاته انجاز بالنسبه للاعب. واعتقد 2-1 والمباراه كانت متجهه للبرازيل والمستوى الفني كان هم كانت الافضليه للمنتخب البرازيل، اعتقد ركله الجزاء من وجهه نظري انه كانها عاطفيه للاعب ريتشاردسون، لانه من اللاعبين اللي كان هو جدا سعيد كاختيار لاول مره للمنتخب. نعم. فاعتقد كمكافاه له. كابتن عادل تتفق ويا كابتن وليد علي؟ انا ما احب اختلف مع كابتن وليد، بس ما اعتقد ان فيها مجامله. ما في مجال تجامل نتيجه 2-1 ومطرود منك لاعب. كانت ركله الجزاء بوقت مهم جدا ولازم الافضل هو اللي يسدد. كوتينيو خارج الملعب وهو اللي يسدد، فيرمينو ضيع فرصه قبلها وايضا تبدل، فلذلك واحد من المهاجمين ريتشاردسون ممكن انه يسدد، لانه حتى هو مع ايفرتون وهو سدد ركله جزاء. نعم. كاد يعني كاد كان قريب من صدها، قال اسم من الحراس المميزين يعني. صحيح. بس الكره كانت قويه يعني تنفيذ جيد كان. نعم يعني شوف الفرحه اللي مسجل 3-1 ودقيقه 90. صحيح. انهى المباراه او قتل المباراه. عموما مشاهدينا، في هناك بعض الحالات التكتيكيه مع الكابتن عادل التوفيق كالعاده يتحفنا حقيقه بشرح تكتيكي لبعض الحالات التي تتطلب بعض التوضيح. سنذهب مع الكابتن عادل ولكن بعد هذا الفاصل. Com a gente, na mesma energia vibrando o continente, estádio lotado, geral empolgado. عدنا لكم من جديد أعزائنا المشاهدين وبرنامج جدوى على بطولة كوبا أمريكا، وصلنا إلى الفقرة المحببة للكابتن عادل توفيق المشري ومحببة لنا أيضا، نشاهد بعض التفسيرات التكتيكية. نحن نشاهد المباريات ونغفل بعض الأحيان عن بعض الحالات التكتيكية التي تحدث أثناء المباريات. تفضل لك الكلمة كابتن. أنا جدا سعيد بأنك قلت أن هذه من الفقرات المحببة لك. نعم جميل. وفعلا هي محببة لي، لأن هي ساعدتنا هذه الفقرة أن نبني الأفكار اللي موجودة أو نبني الصورة من خلال البطولة والأفكار الموجودة من خلال المدربين. الآن نقدر نحكم في بعض المواقف إذا كان هو خطأ مدرب
تنظيمي او خطا لاعبين او خطا فردي. فاليوم احنا عندنا بعض الحالات اللي راح نتكلم عنها، الهدفين، الهدف نعم. الاول والثاني اللي تكلمنا فيهم امس، نعم تكلمنا عن هالمواقف وفعلا حدثت هذه المواقف. ننتقل للقطه اللي بنتكلم عنها. يمكن هذا الهدف الاول، الهدف الاول نلاحظ ان التنظيم الدفاعي بالهدف الاول الكره كانت طويله ل جابريل خيسوس على الجناح، وهو تمركزه الطبيعي قبل لا يكون في تغيير مراكز. لاحظ ان تمركز المدافعين اربع مدافعين تمركز سليم، كل لاعب في موقعه، في مهاجم، وايضا هناك مهاجم اخر راح يدخل بال18 من الجهه الاخرى اتوقع كوتينو، وايضا لاعب النص واللاعب الثاني ايضا راح يكون راجع. احنا شنو تكلمنا؟ ذكرنا اكثر من مره ان دائما الكره لما تكون هني مدرب منتخب بيرو يجبر المدافعين على تكوين خط خماسي. صحيح. ليش؟ لأنهم لا يجدون الكرات العرضية. نعم. واللي دخل منها هدف لا يجدون الكرات العرضية، فالزيادة العددية هي اللي تعطي الفريق أحد الحلول من خلال الكرات العرضية. ننتقل للقطة اللي بعدها. نلاحظ أن الكرة وصلت هني، هو وقف بالكرة، رجع بالكرة، المثلث اللي ضاغط هني تمركز سليم من الثلاثة اللي هني، لاعب ماسك لاعب صحيح، لاعب ماسك لاعب صحيح. وين الخلل هني؟ الخلل بالتواصل، خلل بالكلام. صحيح. اليوم هذا اللاعب وادفنكويلا لاحظوا اثنيناتهم قاعد يطلعون الكره، نعم ما في تواصل بينهم. العاده مدرب منتخب بيرو يجبر واحد من اللاعبين النص يدخل بين المدافعين، فيحرر الباك انه يتجه حتى يغطي. ليش انا قلت لك هو خطا مشترك مو خطا لوحده؟ لانه هو اللاعب ما تمركز في هذا المكان، ما رجع، فبالتالي هو اضطر يركض مع المهاجم. صحيح. فلذلك ادفنكولا كان في حيره من امره، هل يرجع او انه يستمر بتوجه للاعب. بس نقطه كابتن عادل، الحارس ما له دور في هذا الامر، يعني عاده الحارس هو من يملك الرؤيه الافضل. بالضبط، الحارس له دور، اللاعبين لهم دور، غالبا اللاعب اللي بالجهه الاخرى هو اللي يتكلم، لاعب غالبا ادفنكولا هو لازم يتكلم، لانه هو يكون شايف خط الدفاع كله، هو يوجه واحد واثنين. لكن تباطؤ اللاعب هذا في التمركز وهو اللي خلق المساحة. ننتقل للقطة اللي بعدها، هو اللي خلق هذه المساحة. لاحظ أن ادفنكولا ما قدر يغير مركزه لأنه تأخر هذا اللاعب بالتواجد هنا، فاضطر أنه يكمل مع المهاجم. لو كان هذا متمركز، طيب خلنا نترك هذا اللاعب أوفسايد، يعني هذا اللاعب أصلا في موقف، خلنا من الأوفسايد، هو سبب رئيسي النظر للكرة. أيوة بالضبط. خلنا من موضوع الأوفسايد، موضوع مختلف الأوفسايد، هو الموضوع أنه هو التزم بإيقاف هذا اللاعب أو بالتمركز معه. ليش؟ لأن القلب الثاني أو القلب الثاني اللي هو الجهة الأخرى، إذا قلنا القلب هذا كان يغطي على الباك، نعم. القلب الثاني كان ماسك لاعب، فبالتالي هو مضطر يمسك اللاعب إلا إذا واحد من لاعبين النص نزل له، نعم. فهو تصرفه مو سيء لكن مو مثالي، بالذات إنما التصرف الخطأ أو مفتاح الخطأ هو عدم التواصل، عدم التواصل، نعم. اللقطة اللي بعدها بس أعطيكم مثال، هذا تمركزهم أمام منتخب تشيلي. لاحظ 1 2 3 4 5 6، لاحظ أن التمركز كان سليم، فبالتالي ما لم تخلق الفرصة، لم تخلق المساحة اللي احنا نتكلم عنها، نعم. فهني نتكلم عن الاستعداد الذهني. صحيح. ممكن المباراة تكون أكبر من لاعبين بيرو، فبالتالي هم ما كانوا لحد الآن مركزين وتواصلهم، يعرف كابتن وليد يعني بعض المباريات تحتاج إلى إعداد ذهني أكثر من لأنها كبيرة، تحس أنك ضايع، ما تركز، نعم. بشكل كبير خصوصا بموضوع التواصل. ننتقل للهدف الثاني. الهدف الثاني احنا تكلمنا عنه أمس، تكلمنا كيف أن الثلاثي هذا أو الرباعي اللي هني اللي هو أداني ألفيس، كوتينيو إذا كان متواجد هني مع فيرمينو وغابريل خيسوس، يعملون تبادل مراكز لخلق مساحات، وبالتالي غابريل خيسوس يستغل هذه المساحات ويتسلل سواء خلف خط الدفاع أو من الداخل أو من الداخل من العمق. فاللقطة هذه كانت باص إلى غابريل خيسوس، غابريل خيسوس لعبها لمسة إلى فيرمينو، ودائما في هذه المنطقه دائما الهدف والتارجت ان الكره توصل لفيرمينو، نعم. فيرمينو كان متمركز في هذه المنطقه، نزل للكره، سحب مع اللاعب وتسلل ايضا اللاعب، لكن هني فيرمينو خسر الكره. ونلاحظ اللقطه اللي بعدها، بالرغم من خسارته للكره لانه كمل الضغط وشكل المثلث او العمق الدفاعي، وايضا هذا العمق يتحول اذا قطعت الكره يصير عمق هجومي، نعم. لانه يصير في مثلث متواجد، قطع الكرة إلى اللاعب هذا. بعدها اللقطة اللي بعدها، لعبة التمريرة إلى لاعب الوسط، انتقل من اللي تسلل
بالمناطق من الخلف جيسوس جيسوس نعم. كان يتحرك ويبحث عن الثغرة. وين الثغرة؟ كانت بين أدفنكولا والقلب الثاني. دائما أدفنكولا دائما أدفنكولا لكن هذه مو أدفنكولا كان مشغول مع اللاعب، لازم واحد من اللاعبين نص يغطي هذا المكان، وهو مو هذا الصحيح. احنا نتكلم اسلوب بيرو نعم. مدرب غاريكا دائما يخلي لاعب واحد من اللاعبين النص يدخل في هذه المنطقه نعم. الوضع الطبيعي اللي احنا نلعبه ونتعلمه ان الباك هو اللي يغطي في هذه المنطقه صحيح. لكن في اسلوب بيرو لاعب من لاعبي الوسط هو اللي يغطي في هذه المنطقه، فبالتالي تحرك اللقطه اللي بعدها تحرك غابرييل خيسوس في هذه المنطقه واستلم الكره وقدر يسجل الهدف الثاني. واللقطتين انا سعيد ان دخلوا هذه الاهداف، لان احنا شفنا فائده مثل هذه الفقرات اللي تعطينا نظره لعمل المدربين وتخلينا نفهم شو اللي صاير نعم. اليوم مثلا الهدف الاول ما اقدر الوم فيه المدرب لانه ما كان في تواصل بين اللاعبين صحيح. اللاعب ما طبق. شلون اعرف هذا الامر؟ اذا كنت شايف مجموعه مباريات ومحللها بدون لا احكم نعم. على مباراه واحده او لقطه واحده. والهدف الثاني ابداع المنتخب البرازيلي. ممكن عشان نختم الفقره، ممكن كثير يقول انزين احنا شفنا الامر والمفروض المنتخب البيروفي عارف ان شلون تحرك المنتخب البرازيلي. انا اقول لك ان كره القدم هي مساحه وتوقيت. اليوم مثلا نادي نفس مانشستر سيتي مع غوارديولا يلعب نفس الاسلوب نفس التحركات في كل مباراه ويسجلوا هذا ليش نعم. لان الموضوع هي توقيت تفريغ مساحه ودخول مساحه نعم. خطوه واحده الى الامام خطوه الى الخلف تفرض بشكل تغير كبير. شفنا هذه اللقطه حتى يمكن تعثر اللاعبين احنا شاهدناه في فعلا اخرت فعلا. هذا الامر التغطيه وبالتالي هو تغيير التمركز اللاعب صحيح. ليش اللاعب قلب الدفاع ليش زلق؟ في ناس يقولون حظ، لا ما هي حظ، هو تمركزه كان للكره مواجه الكره بشكل عمودي نعم. فالكره اذا راحت عكس اتجاهه يضطر انه يبي يضطر يلف بشكل فجائي درجة. بالضبط نعم. فيتعرض ممكن لهذا. هني هاي التفاصيل الصغيرة هي اللي تفرق نعم. بين لاعب نعم. ولاعب نعم. عموما كل شكر لك كابتن عادل، أدفنكولا هو السبب. عموما مشاهدينا كانت هذه فقرة اللقطات التكتيكية مع الكابتن عادل توفيق المشري. سنذهب مباشرة إلى فقرة أخبار كوبا أمريكا مع الزميلة بشاير سراب، ولكن بعد هذا الفاصل. Com a gente, na mesma energia vibrando o continente, estádio lotado, geral empolgado. مشاهدينا وصلنا إلى فقرة أخبار كوبا أمريكا مع زميلة بشاير. مساء الخير بشاير. مساء الخير دكتور حسن، مساء عليك بالخير، مساء الخير كابتن وليد علي وكابتن عادل المشري والسادة المشاهدين في آخر حلقة وآخر آخر طلع أخبار طبعا من كوبا أمريكا. نعم، شنو أخبارنا عاد؟ إن شاء الله آخر الأخبار تكون يعني أخبار إيجابية شوي. شفت المباراة أمس؟ نعم. شو رأيك فيها؟ يستحق المنتخب البرازيلي الفوز، ولكن كان من الممكن أفضل مما كان. نعم. كان ممكن نشاهد مباراة تمتع أكيد. بتحكيم أفضل نعم. نعم. إذن نستهل جولتنا الإخبارية لبطولة كوبا أمريكا لهذا اليوم مع المنتخب البيروفي، حيث أقر الأرجنتيني ريكاردو غاريكا المدير الفني لبيرو بأحقية تتويج البرازيل بلقب كوبا أمريكا، بينما أبدى رضا عن تطور فريقه وثقته في الحفاظ على هذا المستوى. وقال غاريكا خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: البرازيل استحقت اللقب، لقد تحسن أداؤنا مقارنة بمباراة دور المجموعات، وكنا الأفضل في فترات معينة خلال مباراة النهائي، لكن المنافس استغل الفرص التي لاحت له. وأضاف: لقد صنع المنافس ثلاث فرص وسجل اثنتين منها هدف بتعاون من جانبنا بخطأ غير مقصود.
وإلى المعسكر المقابل، حيث دافع مدرب البرازيل تيتي عن طريقة لاعب منتخب بلاده وانتقد الحكم التشيلي روبرتو توبار بشدة عقب تتويج السيليساو بلقب كوبا أمريكا. وقال تيتي: النقد جزء من عملية التطور والأمر واضح بالنسبة لي، لكن هناك أشكال عديدة للفوز وللاعب كرة القدم، وهناك تركيز على اللعب بشكل جيد. نحن مخلصون لفكرة كرة قدم تبحث عن نتائج دون التخلي عن الجانب الإبداعي الذي يترجم إلى أهداف. وانتقد تيتي بشدة الحكم التشيلي روبرتو توبار وقال عنه: لقد احتسب ركلة جزاء لم تكن صحيحة وجعلنا نلعب بعشرة لاعبين، كان علينا إعادة تنظيم أنفسنا واستطاعوا التعادل معنا، لقد كان حكما سيئا ارتكب أخطاء جوهرية. ونبقى مع السيليساو، حيث عبر آرثر ميلو نجم المنتخب البرازيلي عن سعادته الغامرة بعد الفوز على بيرو والتتويج باللقب القاري بعد طول انتظار. وقال آرثر إنه شعور لا يمكن تصديقه: منذ بداية البطولة قلت أن الفوز باللقب هو حلمنا، وفي النهاية تمكنا من تحقيق مبتغانا. وأضاف إنه شعور لا يمكن وصفه، العمل الذي قمنا به يستحق هذا التتويج القاري. وإلى جابرييل خيسوس الذي سجل هدفاً وكذلك تعرض للطرد في مباراة النهائي، حيث اعتذر عن سلوكه العنيف الغير مقصود. وقال لاعب مانشستر سيتي: أريد الاعتذار لمن كانوا هناك، لم أكن أفكر في أن أؤذي أحد، بالغت قليلاً في الارتقاء. وتابع: كان بوسعي تجنب الخطأ، لقد نضجت كثيراً فيما يتعلق بانفعالاتي، لكن حدث الاحتكاك بسرعة والحكم قرر طردي من المباراة. الحكم يمنعه الطرد لآخر مباراة. لكن الحكم أو مدرب البرازيل تيتي يعني انتقد ميسي وانتقد الأرجنتين على انتقاد الحكام، وقال يجب عليهم أن يحترموا البرازيل. أعتقد يمكن مفروض جاري كمدرب منتخب البيرو يخرج ويقول على تيتي احترام البيرو. نعم. في المقابل. لا، هو أنا من وجهة نظري أنه هو تصريح ذكي. هو يحاول الرد على من يتهم البرازيل أن الحكام متعاونين معه. صحيح. فبالتالي هو يقول احنا فزنا بالرغم من الحكم كان يعني ولم يتحدث عن ركلة الجزاء. لم يتحدث عن ركلة الجزاء اللي له. صحيح. بس تكرر الجدل عن الحكام في اكثر من مباراة يعني كابتن عادل. يعني قلنا احنا مستوى التحكيم ما كان في ذاك ما ارتقى الى مستوى البطولة. ايضا انا اتوقع ان يعني الحكام في امريكا اللاتينية مو متعودين على الفار، مو مثل اوروبا اللي تعودوا طول الموسم يلعبون بالفار. إذن وأخيراً إلى نجم نادي برشلونة كوتينيو، والذي عبر عن سعادته البالغة بالتتويج على ملعب ماراكانا في البرازيل. وقال كوتينيو: سعيد لأننا حققنا الهدف بأن نصبح الأبطال على أرضنا، كنا نعرف أهمية البطولة، لذلك خرجنا سعداء، لقد حان وقت الاحتفال مع الأسر التي هي دائماً معنا. وبسؤاله عما إذا كان هذا اللقب قد خفف جراح خروج السيليساو من نصف نهائي مونديال 2014 الذي أقيم في البرازيل بالخسارة بهدف مقابل 7 أهداف أمام ألمانيا، شدد كوتينيو على أن هذا الفريق يسعى لكتابة تاريخه الخاص. وقال: لا يمكن تغيير الماضي، نحن نبني تاريخا هنا شيئا فشيئا، الفريق يستحق ما فعلناه في هذه المسابقة، وخرجنا سعداء بذلك الختام. إذن كانت هذه آخر فقرة من أخبار كوبا أمريكا في حلقة اليوم في كوبا أمريكا. وآخر أخبار كوبا أمريكا. آخر أخبار كوبا أمريكا. أخبار أمريكا. نعم. كل شكر لك بشاير. شكراً. شكرا لك وشكرا كابتن وليد، شكرا كابتن عادل، وشكرا للمشاهدين. كل شكر لك. شكرا زميل محمد خليفة. نعم.
إذا مشاهدينا متواصلين معكم في برنامج أضواء على بطولة كوبا أمريكا، وبعد فقرة أخبار كوبا أمريكا سنذهب إلى تقرير خاص بإحصائيات هذه البطولة. سنشاهد الهدافين، الأهداف طبعا، أيضا الحالات التي تكررت والأرقام الخاصة بهذه البطولة من خلال هذا التقرير. أسدل الستار على كوبا أمريكا 2019 بعدما توجت البرازيل باللقب التاسع في تاريخها بالفوز على بيرو 3-1 في المباراة النهائية، وفاز منتخب السيليساو بجائزة اللاعب النظيف حيث تحصل على أقل عدد من الكروت الملونة في البطولة. في الوقت ذاته فاز البرازيلي أليسون بيكر بجائزة أفضل حارس مرمى بعدما تلقى هدفاً وحيداً خلال 6 مباريات. أما اكتشاف البطولة إيفرتون فقد فاز بجائزة هداف كوبا أمريكا برصيد 3 أهداف. ورغم تساويه مع باولو غريرو نجم بيرو، إلا أن الأخير سجل ركلة جزاء ضمن أهدافه 3. من جانبه فاز داني ألفيس قائد منتخب السامبا بجائزة أفضل لاعب في البطولة ليواصل تعزيز أسطورته باعتباره أكثر اللاعبين في تاريخ كرة القدم تحقيقاً للبطولات. أما من ناحية أفضل صانعي الأهداف فقد تساوى لاعبان برصيد 3 أهداف من صناعتهما، وهما البرازيلي فيرمينيو والتشيلي أرانجيز. وبذلك اكتسحت البرازيل الجوائز الفردية في المجمل وأكدت على أحقيتها بالفوز باللقب. إذن كانت هذه فقرة أو تقرير الإحصائيات الخاصة ببطولة كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل. كابتن وليد، يعني أيام كانت البرازيل، عندما نقول البرازيل نتحدث عن رونالدو، رونالدينيو، ريفالدو، روبينيو، روبرتو كارلوس، لاعبين المتعة، لاعبين يعني يخلق الفارق مع الفرق. الآن نشاهد حتى لقب الهدافين 12 لاعب تساووا بعدد الأهداف قبل المباراة النهائي، اللي فرق هو الهدفين اللي تسجلوا عن طريق إيفرتون وغيريرو اللي فرقوا أو تقدموا على باقي اللاعبين. كرة القدم تغيرت كل ما يتطور علم كرة القدم المتعة تقل، لأن هناك عمل ويعني هناك إحصائيات وتاريخ. نعم احنا نقول بالسابق منتخب البرازيل حقق بطولات، ولكن الفرق الأخرى، خلينا نتكلم بواقعية أكثر، ما كان في تطور بالنسبة للمنتخبات الأخرى. الآن المنتخبات اللي كانت مجرد تكملة عدد الآن هي تنافس، هي هي يعني تعمل فارق، وهي هي اللي تشكل الضغط بالمباراة، هي عندها هدف أن أحقق الفوز على فريق يملك تاريخ كبير. كرة القدم الآن تطورت بشكل كبير، فلما جميع الفرق يكونوا في مستوى واحد أكيد المتعة تقل. إذا كان عندي لاعبين مميزين من 5 إلى 6 لاعبين، وبالنهاية الفريق الثاني يعمل ويعرف اللاعبين ويعرف شلون مكان القوة والخطورة، والمدرب يقرأ أفكار المنتخب الآخر، أكيد المتعة تقل. فكرة القدم كل ما يعني تتطور المتعة تقل. نعم كابتن عادل، هل الفار هو سبب؟ يعني يمكن شاهدنا تقريبا 6 أهداف ألغيت بسبب الفار. يعني لو نرجع البطولات السابقة وندخل الفار، كرة مارادونا في اليد لن تحسب، هنري وهدف الشهير لتصفيات كأس العالم كانت فيها إثارة لن يحسب، أهداف كثيرة لن تحسب. قد يكون الفار له جزء من الأمر، ولكن هذا أنا أتفق مع كابتن وليد أن تطور مستوى الفرق ككل وتقريب الفجوة واللي بين الفرق هي السبب الرئيسي في عدم وجود أهداف كثيرة، مو بس في كوبا أمريكا، في كل مباريات العالم. نعم. حتى في أوروبا، حتى في خلينا نقول كأس آسيا السنة هذه وأفريقيا، عدد الأهداف أقل. ليش؟ لأن الفرق كلها صارت أقوى. يعني بالسابق نشوف في الدور الأول فريق يسجل يفوز على فريق ضعيف، يفوز 5-6، لاحظ أن فيه هداف يسجل 4-5 أهداف من مباراة واحدة، يصير هداف من مباراة واحدة. لكن هذا الأمر خلاص
صار صعب جدا ان يحدث او يتكرر. نعم، عموما طبعا مشاهدينا كانت هذه يمكن فقره الاحصائيات اللي شاهدناها، وشاهدنا الارقام وشاهدنا افضل لاعب وافضل حارس وهداف البطوله كلهم من البرازيل في نسخه البرازيل 2019. سنذهب الى فقرتنا الاخيره، فقره السوشيال ميديا مع الزميل محمد خليفه، ولكن بعد هذا الفاصل. Vai vibrar com a gente na mesma energia, vibrando o continente. Estádio lotado, geral empolgado. إذن طبعا مع فقرتنا الأخيرة والحلقة الأخيرة، وكابتن وليد علي ما يبي يطوف اللحظات الأخيرة بسيلفي على الهواء. لا على الهواء. إذن محمد جاهز للسوشيال ميديا الأخير؟ أكيد جاهزين. نمسي عليك بالخير أكيد في البداية، ونمسي عليك باتنا بآخر يوم أكيد من خلال برنامج، ونمسي عليكم مشاهدينا. نبلش معاكم بأول تغريدة وهي عن بطولة كوبا أمريكا القادمة. نشوف معاكم على الشاشة التغريدة واللي تقول: رسمياً كوبا أمريكا 2020 ستبدأ من 12 يونيو وتنتهي في 12 يوليو. الافتتاح سيكون في الأرجنتين والمباراة النهائية في كولومبيا، حيث أن المنتخبات المدعوة للبطولة قطر وأستراليا. كابتن عادل، البطولة الموسم الجاي راح تكون آخر بطولة من هذا النوع، لأن بعدها راح تصير كل أربع سنوات. نأمل أنها تصير كل أربع سنوات، لأن الواضح بالنسبة لي أنه الموضوع أمر تسويقي، لأن كل سنة قاعدة تصير بطولة أمريكا اللاتينية أو أمريكا الجنوبية، لأنهم يبون يسوقون ويطلعون فلوس للاتحاد اللاتيني، ما عنده مبالغ مو مثل الاتحاد الأوروبي والاتحادات الأخرى. صح. نروح معكم إلى ثاني تغريدة معنا واللي تقول: جوائز بطولة كوبا أمريكا بعد تتويج البرازيل باللقب. أليسون أفضل حارس مرمى، دانييل ألفيس أفضل لاعب في البطولة. منتخب البرازيل حصد جائزة اللاعب النظيف، إيفرتون هداف البطولة بثلاثة أهداف. كابتن وليد، لما نتكلم عنهم شو نقول؟ يستحقون البرازيل من اول مباراه لاخر مباراه، جميع اللاعبين يطبقون افكار المدرب داخل ارضيه الملعب، وبالتالي شاهدنا حتى وصول للنهائي وسجل ثلاث اهداف، اعتقد يمكن هدف واحد. فيستحق اليسون، يستحق داني ألفيس كلاعب خبره كان له دور كبير في كثير من المباريات. إيفرتون من اللاعبين الشباب اللي واعدين، سجل اهداف جميله. صحيح. نروح معاكم مشاهدينا الى ثالث تغريده، وبنشوف من خلال هذه التغريده فيديو لتيتي. نشوف معاكم هذا الفيديو على الشاشه. ايش رايك بهذا الفيديو والسعاده اللي شفناها؟ اكيد طبعا هذا يعني تعبير يعني شكر وعرفان من اللاعبين، والعلاقه القويه اللي بينهم بين المدرب. دائما هذا يعني اصبح عرف بين اللاعبين والمدرب، غالبا اذا كان اللاعبين علاقتهم جيده مع المدرب. تمام، نروح الى اخر تغريده معنا وهي عن أليسون واللي تقول: هذا الموسم هو بطل دوري الابطال وبطل كوبا امريكا والقفاز الذهبي في البريمير ليج والقفاز الذهبي في دوري الابطال وايضا في كوبا امريكا، وحافظ على نظافه شباكه في 36 مباراه. كابتن وليد، لما نتكلم عن هذا اللاعب اللي هو أليسون شنو نقول؟ احنا تكلمنا في حلقات سابقه من صحيح. افضل حراس على مستوى العالم، اذا بنقول من ضمن افضل 10 حراس في العالم، اتوقع بعد هذا الانجاز واذا حقق الدوري بالنسبه لليفربول في الموسم القادم، اعتقد راح يكون الحارس الاول في العالم. نتمنى لا اكيد لا نتمنى يعني نتمنى انه ياخذ كافضل حارس، لكن يعني هو بالدوري لقب البريمير ليج اعتقد يعني يستحق انه يكون هو بالتاكيد افضل من دخيا هذا الموسم. لا هذا شيء ما يعني مفروغ ارد على الدكتور. لا ما في مشكله، بس لا ياخذ الدوري مو مشكله. وبشذي احنا شفنا معاكم مشاهدينا تغريدات السوشيال ميديا، وبشذي وصلنا الى الختام اكيد، ولك الهوا دكتور. كل الشكر لك زميلنا محمد خليفة. احنا طبعا وصلنا الى اخر فقرة وهي فقرة السوشيال ميديا كالعادة في برنامجنا، لكن كما ذكرنا سابقا في بداية الحلقة ان هذه الحلقة الأخيرة من برنامج كوبا أمريكا وأضواء على بطولة كوبا أمريكا. حقيقة انا شخصيا سعدت بالعمل في هذا البرنامج، وطبعا فريق العمل الجميل جدا
الرائع الذي ساهم بإخراج البرنامج بهذا الشكل، الإخوان حقيقة اللي في الاستوديو، الحاضرين اليوم وأيضا اللي حضروا معنا في حلقات سابقة نوجه لهم أيضا تحية كبيرة. التحية موجهة أيضا لكل طاقم العمل، سواء اللي يعملون أمامنا من المصورين والإخوان اللي يعملون خلف الكواليس والإخوان اللي يعملون والأخوات اللي يعملون في آخر الليل. حقيقة هناك أشخاص وجنود مجهولين يعملون حتى ساعات الصباح الأولى، كون البطولة تقام في تواقيت متأخرة. لكن التحية الكبيرة حقيقة نوجهها لمعديننا، مخرجيننا، المونتيرية، إضاءة، الصوت، الإخوان قراءة التقارير، حقيقة لهم كل الشكر. إعداد التقارير معديننا لهم كل الشكر. الشكر موصول لي حقيقة حتى الإخوان المراقبين، مدير القناة اللي دائما يتواصلون معنا، يدعمونا من خلال طبعا تواصلهم وحديثهم وتشجيعهم. شكر موصول لكل من ساهم في إخراج هذا العمل وهذه الحلقات بهذا الشكل. لا نريد أن ننسى أحد. إذا لكم يعني كلمة كابتن وليد في نهاية هذا العمل. أنا أحب أشكر طاقم العمل، الجميع، المصورين والمعدين والمخرجين، الكل. وشكر لك دكتور، الله يسلمك، والزملاء أخت بشاير والزميل محمد، أخوان المحللين كلهم، طبعا كابتن عادل. يعني أنا أتشرف أن أكون معاه في جميع البرامج الرياضية في تلفزيون الكويت، قناة 3 الرياضية، لأن في كيمستري بيني وبينه. فيعطيكم العافية. وسعيد ولكسورا بالباقي يعني الإخوان. لا أكيد أكيد. كلهم لهم، ترى يزعلون منك بعد. لا أسماء كبيرة في كرة القدم، وأنا سعيد في تواجدي في هذا البرنامج طول الحلقات في بطولة كوبا أمريكا، واستمتعنا جدا. نعم كابتن عادل. فعلا أنا أقدم شكري لأسرة القناة الثالثة ككل أجمعين، وأيضا لطاقم العمل الموجود هنا خلف الكواليس والمصورين، وأيضا للناس اللي ساعدوني بالفقرة التكتيكية وأعطوني الفرصة أني أقوم في هذه الفقرة اللي يمكن الجديد من نوعها في هذه النوعية من البرامج. وأيضا أشكر كل زملائي اللي شاركوني التحليل، كابتن وليد علي، حمد طيار، ثامر عناد، مشعل الفودري، دكتور حامد الشيباني، ان شاء الله ما اكون نسيت احد، وايضا بشاير سراب ومحمد خليفه اللي نعم. كلنا ناخذ وقته. كنا سلمان عواد كان موجود هنا، سلمان وايضا ناصر، وكابتن ناصر العمران وانت يا دكتور. يعني سلم. انا استمتع ان اكون معك دائما. كابتن ثامر عناد نسيته؟ لا قلنا يا ثامر، قلنا خلاص دام راح مع المنتخب الحين احنا نبي ننساه عشان ينسانا ويركز ويا المنتخب. وانت دكتور يعني حسن، والله يعني من قدامك ومن وراك، يعني تقديمك للبرامج الرياضيه الاوروبيه والعالميه يعني بالنسبه لي اضافه. الله يسلمك. يعني احس اني مرتاح دائما لما اظهر معك. شكرا لك. شكرا لك محمد خليفه. شكرا سريعا. اي اكيد، شكرا لكم جميعا. يعني ما احب لحظات الوداع مثل ما يقولون، فان شاء الله نلتقي مع بعض في برامج جايه. والشكر للجميع اكيد، والشكر لمشاهدينا على متابعتهم لهذا البرنامج. نعم، ايضا اختنا بشاير يعني واقفه خلف ودها الكواليس، تقدم كلمه، ولكن انا يمكن حتى يعني بالنيابه عنها اشكر الجميع، واشكرها ايضا شخصيا على يعني حقيقه المجهود الرائع اللي تقوم فيه في تقديم فقره الاخبار، اخبار بطوله كوبا امريكا. شكر للجميع، نلقاكم إن شاء الله في بطولات قادمة. ننتظر حقيقة البطولات القادمة، هناك بطولة كوبا أمريكا قادمة في السنة القادمة، هناك بطولة أوروبا، بطولات كثيرة إن شاء الله. ودائما قناة كويت سبورت لا تبخل على مشاهديها، دائما تواكب الأحداث الرياضية عن طريق إعداد هذه البرامج، وتطل عليكم ببرامج مختلفة لتغطية مثل هذه الأحداث الرياضية. نلقاكم إن شاء الله في مناسبات قادمة. شكرا، مع السلامة.